سميتي زويدة؟ فين وقع لك؟ وقع لي جاو دخلوا لي جوج دراري في الليل مع الربع. زوجك فين دخلوا عليك؟ دخلوا عليا الدار. متى وقع هادشي هذا؟ مع الربعة، الربعة ديال الصباح. زيد؟ جاو لي جوج تاسبوني بجوج. دخل لي الدار ديالي، دخل عليا البيت. جاب الجنوي فيدو، دارها لي في عنقي، والاخر شدني والاخر. ما نقلع الاخر ولا جا لي الاخر تاني. اتصلوني بجوج ساكنة بوحدي وعدت طفايلة عدا 4 شهور راجلي ميت في شهر 9 تعدوا عليا الجوج من شبعوا مني بجوج ما بقيت نغوت خاوني مشاو هير بالبحار تعدوا عليا بجوج راعفني نطلبها على حقي انا ما خصني حتى حاجه نطلبها على حقي كنطلب منكم هاد السيده مرت خالي مرت خالي خلى لها الوليدات جوج صغار وهاد المجرمين دخلوا عليها مع الربعه د الليل وتكرفسوا عليها وتسارحوا عليها بجوج بهم وهي مش على الضوء في المرح عندها نبح دار المرح وعرفتهم وهي راه هي اللي محمله مسؤوليه وانا عندي الحانوت انا ساد الحانوت ديالي وجيت معاها باش نشوفها مالاش كيفاش وقع لها هادشي هذا جات عندي مع الصبح والناس اللي الجيران راهم جاو مع الربعة الصبح انا ما صدقت الخبر حتى الصبح عاد قالوها لي وهاد الناس كنطلب من السيد الوكيل الملك وهي يعطيها الحق ديالها ما كنطلبش الجمعيات يوقفوا معاها هاد السيده مسكينه طالب معاشه كتخلي ولادها عام زوطن عند الجيران راه الناس تير شو تسقسيهم هادشي وقعت في الدوار الغوازي ومنكر هذا والله ما هذا منكر وهاد السيده تكرفسوا عليها وكيتنوبوا عليها الاول والثاني وهي اللي محمله مسؤوليه وانا راه جات عندي وانا ولد لوستها ولد خت ولد خت راجلها وجيت معاها ونشوفها راه جابت كتبكي عليا وتكرفسوا عليها مزيان وراه ما خلوش فيها والله ما هذا منكر هذا وهي اللي عارفهم يبان الحقوق ديالها كنطلب من وكيل العام المالك سيدنا الله ينصرو هادشي راه ولا ظلم في دوار الغوازي والسيده عند المحل جوج عند لابابو على برا وحضوها بيت عساسا عليها ومني شافوها دخلت لابابو خلوها تا دخلت بعد دخل البيت وتسيبو عليها في المحل ديالها وقعت الجريمه وتكرفسوا عليها وما خلوش فيها وهاد السيد هاد الناس تبرات عليهم مره اخرى هاد والديهم ولاو ما راعوش والديهم ولاو جاو كيديروا الدروقه وما يصلحوش وهي اللي عارفهم وهي اللي محمله مسؤوليه كنتواجدوا بمدينه العرائش كنتمناو من المسؤولين القضائيين بالجهه السيد وكيل العام محكمه السيناب بطنجه السيد وكيل الملك المحكمه الابتدائيه هاد الواقعه اللي حكت لنا السيده ودارتنا طلب مؤازره فعلا هو ملف اللي يصعب التساهل او التسامح معه علاش لان هذه ارمله ام لطفل عنده عام ونص طفله عندها 4 شهور على حسب طلب المؤازره اللي توصلنا به انه السكاي الموجه للسيد وكيل الملك ومحكمه السناف وكيل العام محكمة السيناب بطنجة وسيد وكيل الملك المحكمة الابتدائية بالعرائش تتبين تعرض لهذه السيدة هذه اللي ممكنش ما كنظنش ان شي حاجة اللي تخلي جوج ديال الاشخاص يتناوبوا على الاغتصاب ديالها بالعنف على الايذاء ديالها بالسلاح الابيض يعني السيوفة ولا الجناوة سيوفا واقعة اللي صراحة الربعة ديال الصباح اللي الناس كاملين ناعسين هاد السيدة هادي اليوم صباحا كانت تغتصب بالتناوب الملتمس ديالنا واضح هاد الملف هذا يتاخذ بعين الاعتبار الامل ديالنا والثقة ديالنا في القضاء المغربي والسيد وكيل الملك والسيد وكيل العام الله يجزيكم بخير هذه الحالة ديال السيدة هذه اللي هي أرملة مثل الرجل ديالها العام اللي فات ولكن اليوم تم تنفيذ ديال تهديد ديال شخصين العمر ديالهم في حدود أقل من 30 سنة وتم الاغتصاب ديالها بالعنف وبالتناوب هذا ملف اللي كنطلبوا احنا كرابطة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه يأخذ المسار الطبيعي دياله